يحتفل العالم في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمسنين، وتحتفل الإمارات بهذا اليوم وقد حققت إنجازات نوعية على أرض الواقع دعماً وتقديراً لفئة كبار المواطنين، انطلاقاً من رؤية الحكومة الرشيدة وحرصها على منحهم الأولوية في كافة الخدمات المقدمة، انطلاقاً من مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين وفي إطار القانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين، بما يعكس قيم المجتمع الإماراتي التي تحض على تقدير واحترام ورعاية كبار المواطنين رداً لجميلهم وتقديراً لعطائهم وإيماناً بأهمية دورهم ومكانتهم في المجتمع. تستمر فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء، ويتضمن برنامج القمة عدداً من الجلسات بمشاركة أبرز العلامات التجارية العالمية، حيث توفر القمة والمعرض المصاحب لها منصة مثالية للتواصل وتبادل الأفكار لخبراء مجالات السفر والضيافة والسياحة من جميع أنحاء العالم، واستكشاف أحدث الاتجاهات التي تشكل مستقبل صناعة الضيافة في المنطقة.